مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. حصار كلمة صغيرة ولكنها تحمل في كل حرف منها معاناة وألام لا يعرفها إلا من اكتوى بنارها. وواحدة من أبشع آثار الحصار على قطاع غزة هو انقطاع المياه لأيام طويلة. من يعرف آثارها وأوجاعها هو فقط من اكتوى بنارها. سنتجول الآن بينهم ونتحدث معهم في مخيم الشاطئ هنا في غرب غزة، والذي يمثل نموذجا للمعاناة والقهر الذي يعيشه أبناء القطاع في ظل انقطاع المياه لكل هذه الأيام الطويلة. سنبدأ بالحديث مع هذه السيدة هنا. حجة، بداية الله يعطيك العافية، سعد مساكي، قولي لنا كيف وضع المي عندك في البيت؟ المي الله يقطع رقبة اللي بيقطعها علينا، يومين لما منشوف نقطة المي. الكهرباء 17 ساعة قطع وثلاث ساعات زيان. يا شيخ حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، على كل واحد متحكم فينا. احنا مدفونين بالحي، احنا مش عايشين يا ناس الحلال، من دون العالم كله احنا مش عايشين. لا مي لا كهرباء لا عبور لا كيك، خانقنا خناق. اي والله لسه الموت اريح، والله الذل ولا الاهانه الهم، الموت ولا الذل تبعهم. المي وملح وكوبايه، انجوع فش ركوع، والكرامه تحلايه، كرامتنا فوق كل شيء. لا مي لا كهرباء لا المي لها يومين مش جايه؟ مين يا بنت الحلال، والله رينا ناشف، والله الشاكل ما معنا نشتري مي حلوه ونعمل فيها، جالينا مرمي وحالنا مرميه، مش حرام عليهم. 17 ساعة قطع كهرباء وثلاث ساعات تيجي، الله بقولها، والله لا الله ولا العبد بيرضى فيها. متفنين احنا اللي ضايعين الشعب بين الرجلين، هم اللي على الكراسي، عندهم مواتير وعندهم كهرباء وعندهم مي، بس احنا اللي ضايعين بين الرجلين، احنا مش حرام عليهم. بما انه هي يومين مش جايه، في هذا الحر الانسان بيحتاج انه يجلي يغسل يغتسل بهالجو الصعب. كله مرمي، بنشرب الشاكل جلل المي بشاكل، بنعبي ازايز الشرب بس. مش حرام عليهم. طب والغسيل والجلي؟ ولا اي مرمي هياخد جلي اي مرمي، وهي الغسيل مرمي رح يصوريه وشوفيه. مش حرام عليهم. شغله بقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل واحد ما بوقف معانا، مع الشعب الفلسطيني ومع اهل غزه ومعسكر الشاطئ بالذات. حسبنا الله عليهم ونعم الوكيل، وحلت الله عليهم ووكلت الله فيهم. لا مي لا كهرباء لا عبور لا بيجينا من برا لا من جوا، ايش نعمل؟ طيب بالليالي الحر الانسان اذا ما في عنده كهرباء على الاقل ببرد على نفسه بمي، بغسل وجهه. بهي الحاله انتم شو بتعملوا؟ بنزلوا لنا المي املح من مية البحر لما تيجي، مي مالحه ووجوه كالحه. يعني لما بتوضع عيني بيحرقوني وتمي ما بقدر اعمله. الله بقوله والله هيك مي كليتنا، مش حرام عليهم؟ وين نروح؟ لمين احنا بنشكي؟ لله، وبنقول له يا رب. من قال يا رب مخاب ولا تسكرت بوش ابواب؟ احنا إلنا الله واتكالنا على هالكريم، هو سندنا. ايش نقول لك؟ شاب طويل عريض بتقولي له تعال اعطيني شكل امل لمي، ولك والله ما معي الشكل، والله ما معي الشاكل. طب ايش نعمل؟ قولي لي لمين نروح نقول؟ نشكي امرنا لله. غير الاطفال اللي بالبيت يمكن بعض الاحيان حتى بيتاذوا من الحراره، بيحتاجوا لحمام لغسيل. ما فيش والله قسما بالله، طول هنهم بالشوارع هيهم بيزهقوا بيروحوا على البحر. مي مالحه، ولما بينزلوا لنا المي املح من مية البحر كمان. طب ايش نعمل؟ قولي لي، اني اين قاعده برا بالشارع واني بهوي على حالي. مرة كبيرة زي أنا فوق 85 سنة عمري، بالثمانينات وفوق، مش حرام عليهم أجي أتوضأ؟ مشكلة المية يمكن طول عمرها حاضرة، لكن هذه الأيام أنت بما أنك عشت كل هذا العمر، الله يعطيك الصحة، هذه أصعب أيام شفناها بحياتنا في المي والكهرباء وتسكير المعابر علينا، وقلة اللي في إيدنا. إيش نسوي؟ إيش نقول؟ منقول يا رب، ما فيش إلنا غيرك يا رب، يوقف هو معنا أحسن من كل الدنيا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، وسنواصل الحديث مع أهل هذا الحي، سنتجول فيه لنتحدث معهم عن هذه المشكلة. هذه السيدة
كانت معنا مرارا اليوم سنسألها عن أزمة المياه التي هي في البيوت. يعطيك العافية بداية، لو قلتي لنا قديش مثلا المي إلها مقطوعة؟ المية بتيجي مثلا تجيكي كل أربع خمس أيام، كل أربع خمس أيام تجيكي مرة. المي لا، حتى لو بدك تتحمم المية مرة ومالحة، لا بتنفع لشرب ولا بتنفع لطبيخ ولا بتنفع لتحميم. يعني لو بدك تحطيها للبهايم ما بتصلح للشرب، مي مالحة فوق الوصف، يعني على مرار مي مالحة، على يعني على ريحة عاطلة، على مرار، على حتى بتتوضي فيها للصلاة بتستحمليش الوضع وتحط المي على وجهك، الوجه بيصير في كله حساسية بتضلك تعرق منهم. طب شو بتعملوا؟ بنعملش شيء، بنجيب مي حلوه، بنشتري بالقلم او بنشتري بنعبي برميل ابو العشرة شيكل وبنشتري وبنستخدمه للطبيخ وللاكل وللشرب ولساعات للتحميم. والوقت كل الوقت المي، لا في مي ولا في كهرباء. هذا اللي بالعشرة شيكل قديش بكفيكم؟ هذا بكفيش، بكفيش ست ايام على بعض البرميل. بتستخدميه بخلص، لما بتقطع المي بالمره عندك بيقعدش عندك يوم. ومنلحقش نعبي القلان ولا نعبي المطارات. بما انه لما تكون المي مقطوعه بتحتاجوا في كل يوم برميل، برميل واكثر كمان للطبيخ وللغسيل وللتغسيل. للغسيل لحاله، هذا لما تجيب للغسيل بدك مش ب 10 شيكل، بدك ب 30 شيكل تغسلي وتبحي وتنشري. بنحتاج مي كثير، يعني المي هي مش الكل، مش الكل مع المصاري، مش باستمرار معنا اصلا. الحمد لله احنا وضعنا الحمد لله يعني مرتاحين. أشكرك جزيلا، وسنواصل جولتنا هذه في هذا المخيم. هذه المشكلة موجودة في كل مناطق قطاع غزة، ولكننا ربما في هذه المنطقة هي تبدو أكثر شدة جراء وصول المياه حتى مالحة إن وصلت إلى البيوت. كان هنا أحد الذين تحدثوا معنا، ربما نفلح الآن في الوصول له. انقطعت المياه عن بيته لما يقارب خمسة أيام، فلجأ إلى حيلة غريبة ربما ليستطيع أخيرا أو تستطيع العائلة غسل الملابس بعد أيام من تكومها في البيت، عدا عن تكوم الأواني وكل المهام المنزلية التي لا تتم إلا بالمياه. لم يكن بالمطلق بإمكاننا أو بإمكانهم إتمام هذه المهام المنزلية. طيب. سنتحدث مع أحد الذين يجلسون في هذا المكان. حاج يعطيك العافية. عافيك أهلين. في بيتك قديش المية إلها مقطوعة؟ أنا في بيتي بتقعد بالأسبوع أسبوعين ما بتصلنيش، لأنه لما جيراني بكون عندهم كهرباء وشغلوا الكهرباء بشغلوا الموتورات ما بتصلنيش الكهرباء، لأنها ضعيفة المية، ضعيفة لما بتكون ضعيفة. يعني قبل أسبوع أسبوعين أنا عبيت ب 30 شيكل بس للخزانات اللي نجلي الأواني ونتغسل ونغسل. من 30 أسبوع، أقل من أسبوع، 3 أيام. طيب والكل معاه في كل وقت المبلغ المادي اللي يكفي إنه يشتري المية؟ المبلغ هذا مش دائما متوفر معنا أصلاً، يعني هو المفروض ياخذ مني الرجل 45 شيكل حسب ما ببيعها، فبيتعاطف معنا وبيعطينا إياها حسب الظروف اللي إحنا بنعيشها، والدخل مش موجود. قلنا يلا معي 30. طيب الليالي اللي راحت كانت غزة بتمر في حرارة عالية جدا، شو عملتوا في هذه الأيام؟ يعني كان أقل شيء لو في مية يمكن الإنسان أول شيء بغسل بيستبرد. كنت أقعد على باب البيت طول الليل. أنت بتقدر والسيدات والأطفال؟ بتعاني جوا في قلب البيت، لا في كهرباء ولا في مية، بتعاني جوا والأولاد بتقلبوا على البلاط وهان وهان، هذا هي يعني بيستبردوا في البلاط في الأرض بدل ما استبرد على هوايه. يعني على في الايام هاي الحاره بيروحوا بيناموا على الارض؟ البلاط بيناموا، ولاقي الاولاد مرميين على البلاط، ممكن ياخذوا برد من البلاط هذا اللي بيناموا عليه عريانين يعني. وهي الموجود، هاي المعاناه اللي بنعانيها. طيب بدات وان شاء الله ما تبدا، بس انا خليني اسالك، هل بدات تصير مع الاطفال مثلا مشاكل جلديه بسبب طول المده بين الاستحمام والاستحمام؟ حتى الان ما بينش عليهم يعني مثلا حراره؟ لا حتى الان ما بينش عليهم، لحتى الان الحمد لله ما بينش عليه، هذا هي. اما ان شاء الله ما بيجينا هذا الكلام، لانه اذا صار حراره بصير ياكل في جسم الواحد اكل من الاولاد. طيب شكرا لك.
شكرا لك، وسنتحدث أيضا مع أحد الرجال الذين يتواجدون في هذا المكان. في الواقع فإننا عندما قدمنا إلى هذه المنطقة تفاجأنا بأن معظم السيدات قد خرجنا ربما لزيارة أقاربهن في المناطق التي يعني فيها هواء كما يقولنا في مناطق أخرى. يعطيك العافية، احكي لنا عن وضع المي في بيتك. والله المي وضعها صعب، تيجي المي بتروح الكهرباء، تيجي الكهرباء بتروح المي، يعني وضع أصعب إنه مفيش. قبل شوي كان جارك، يمكن هو راح من هنا الآن، بس هو قالنا عن حيلة لحتى استخدمها لحتى يعرف يغسل، إذا بتقولنا إياها عن طريق هاي الأنابيب. هذه عشان ما بيطلعش البيت على البرميل تبعه، طبعا هنا على طول مباشر بفك الجوزة هذه وبسحب مباشر. طب واللي داره على الثالث ايش يعمل؟ كيف بده يسوي؟ مشكلة. بفكها من هان هذه. ومن هان بعبي بسطولة. طب وش الحياة هذه؟ وش الحياة هذه؟ طب ولايمتى؟ ليمتى؟ احنا بنسمع انه في سولار بعدي كل يوم والمطورات اشتغلت والوضع يعني بدا يتصلح، لكن فيش تحسن. يا عارف انت معك مشكلة صحية انت وزوجتك؟ الزوج عنده القلب اللي بعاني منه حوالي اكثر من ما عم بيجي 30 سنة. هي؟ والله، وانا عندي ضغط. يعني بالليل الجو بالحرارة وما فيش مياه، كيف بتصير اوضاعكم الصحية؟ صعبة جدا، والله صعبة جدا. يعني في الليل بمسك كرتونة بس هاويلها. بمسك كرتونة وبصير اهويلها. وبعد ايام ناخذها في اخر نفس على المستشفى. والله يا عمي جدا صعب، بصير عندها خلص هيك بتنخل المراه وبصير وضعها صعب، يعني باخر نفس ناخذها. طب لايمتى؟ لايمتى؟ هذا وضع ما احنا ما عمروش مر علينا ابدا. يعني انا عمري 73 سنه، انا ما عمروش مر علينا وضع زي هالوضع الصراحه. يعني جدا ما في قبل هيك بهذا الدرجه. يا عمي احنا زمان ما كانش عندنا كهرباء، لكن كنا ما فيش عمارات عاليين زي هيك، الهواء يعدي على الدار، كان الوضع اصلح واحسن وانظف. يعني كان الوضع متاقلم على انه يكون في ما فيش كهرباء، الان هو مصمم انه في كهرباء. مصمم انه في كهرباء. طب انا تاخذنيش يعني ايش هالمعاناه هذه؟ طب انا زي عندي ضغط بعد ايام احنا صرنا في الشارع نقعد يعني. طب ولامتى؟ شكرا جزيلا لك، ان شاء الله تكون اوضاعك الصحيه افضل فتره قادمه. هذا الرجل صاحب هذا البيت سنتحدث معه الان، يعطيك العافيه. الله يعافيك. كيف المي عندك بالبيت؟ زي جيرانك اكيد. والله هي يعني بالنسبه للمي احنا بنعاني منها، احنا المي بنعاني منها، بنعاني اكثر شيء من المي والكهرباء. يعني الدنيا شوب، ولا مي ولا كهرباء ولا اي شيء، بدي اشغل مواتير بدي اعبي مي ما فيش كهرباء، يعني معاناه معاناه. يعني انه تقريبا من زمان بنعاني، يعني سنين مش يوم ولا يومين، معاناه معاناه. سالتك قبل ما نطلع في هذا البث المباشر عن الطريقه اللي انت لجأت لها لحتى تتمكن انت وعائلتك تقدروا تغسلوا ملابسكم بعد كل هذه الايام الطويله من انقطاع المياه، ما فيش مي كان الواحد يغسل ملابسه، بس انت لجأت لفكره لحتى تقدر تغسلهم، صحيح؟ صحيح، انا يعني اذا ما فيش مي يعني بشفط من العداد، بضل راجع بشفط وبعبي الاقلام، اقلان بعبين يدوي في يعني في الايد، المره بتغسل كله يعني بنمشي يعني امورنا، بس يعني 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 هي المي. قول لجأتم انكم تغسلوا على ايديكم؟ لا لا لسه، لا موضوع المي صار، بس لسه اول مره يعني بموضوع المي، يعني هذه احنا بنعاني منها المي اكثر شيء، والكهرباء اكثر واكثر. يعني كيف بيجيبوا لنا الكهرباء مع مش مع المي، عكسه يعني لقيت، يعني لقيت جاي اللي هي المي ما فيش كهرباء. طب شغل الموتور فيش كهرباء، بتعرفوا ترفعوها؟ فيش بتطلعش، يعني بيجيبوا لنا اياها عكسي مش مع بعض، مش مع بعض، بيجيبوا لنا اياها عكسي دائما. يعني بتجي الكهرباء، يعني لقيت جاي شوي المي ما فيش كهرباء، ما بتطلعش فوق ولا بتطلع فوق ولا شيء، زي ما هي. بعدين احنا بنعاني،
أو أول شيء ساعات الكهرباء بالتالي ما بتستفيدوا منها في رفع المي للخزانات. لا بنستفيد شيء، فيش كهرباء ولا في مية، يعني يجيبوا لنا إياها ساعتين، فيش كهرباء، فيش فيش شيء، معاناة. لما تتأزم فيما يتعلق بوصول المي للبيت، هذا مية الاستخدام، احنا ما بنتكلم عن مية الشرب، لما تتأزم شو بتعمل؟ والله بعمل رسول وبروح على الجامع، بعبي من جامع في بير للجامع بنعبي منه. هالصغار يعني بنمسكهم كل واحد بروح على الجامع، على جامع التوحيد اللي عندنا هذا. هاي ورانا على الشارع بعبينا وبننقلها في الدور. وعندنا زلمه مريض، يعني انا ابوي مريض، يعني كل يوم بده حمامين او ثلاثه. وبده مي، ما فيش مي. فيش كهرباء، بده هويات، فيش هويات. طيب شو بتسوي؟ والله بنمشيها كيف ما اجى، اكذب عليك يعني بنمشيها كيف ما اجى، بكرتونه، بهواء، باي شيء بنمشيها. وفي هالشوب وهالحر اللي احنا فيها موت موت، احنا بموت. الصواني اللي صاروا يقولوا عنها الصواني البلاستيك هذا بنهوى فيها، امرار بكرتونه بنمشي. بس احنا بنعاني يعني من زمان في الكهرباء والمي، الحاره كلها بتعاني. يعني في ناس يعني خجانه تطلع غزه كلها، يعني احنا بس يعني في الشاطئ اكثر شيء احنا بنعاني، في الشاطئ معسكر الشاطئ كله احنا بنعاني. ليش؟ عشان لاجئين. اللاجئ دائما حقه رايح، ملوش حق. طيب انتم كحاره مثل ما انت قلت انتم بزياده بتعانوا من المشكله، فكرتم تروحوا تسالوا عن الاسباب، تقدموا شكاوي؟ والله رحنا على البلديه على الفاضي، ايش ما تقدمي على الفاضي. فيش ما حدش مدور. فيش حد مدور، ما فيش كهرباء، يعني هو كله سياسي. قالوا لكم فيش كهرباء؟ كله سياسي، كله اللي احنا فيها، كله اللي بنحكي فيها هذا كله سياسي. يصلحوا يفكونا. شكرا جزيلا لك. و طيب اذا ممكن اذا ممكن يجي بس نتكلم معه. طيب أشكركم جزيلا على كل حال. هذا جزء بسيط من المعاناة التي تحدث فيها سكان هذه المنطقة في منطقة مخيم الشاطئ غربي غزة، تحدثوا عن معاناة قاسية يعيشونها في كل هذه الأيام التي تنقطع فيها المياه. درجات الحرارة اليوم هي الأعلى ربما في هذه الأيام جراء وصولها في بعض المناطق إلى أكثر من 46 درجة في فلسطين وفلسطين المحتلة عموما. هذا الوضع يجعل الحياة في هذه البيوت شبه مستحيلة، الجميع يحاول الخروج منها إلى على عتبات المنازل يجلسون في سعي منهم لنسيان المشاكل التي يعيشونها ويعانون منها في كل يوم وكل لحظة. ينتظرون المياه في أيام طويلة لتأتيهم لساعات قليلة، إن وصلت تصل مالحة بشكل مبالغ به وغير خاضعة للمواصفات. الجهات المسؤولة تقول بأن المياه لا يمكن وصلها إلى كل البيوت بشكل منتظم جراء انقطاع الكهرباء ساعات طويلة، مشاكل مركبة يعاني منها القطاع في هذه الأيام، تحتاج لوقفة جادة لكي لا تصل الأمور إلى أزمة إنسانية أبعد من هذا الحد. أشكركم جزيلا على المتابعة ودمتم في أمان الله.